لنقاش موضوع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني. ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت المحلل السياسي الأستاذ وائل نجم. أهلا بك أستاذ وائل. أهلا بكم. أستاذ وائل، ما هو السيناريو الإيراني المتوقع تجسيده بعد قرار الرئيس الأمريكي حيال الاتفاق النووي؟ طبعا القرار الذي اتخذه بالأمس الرئيس الأمريكي بانسحاب الاتفاق النووي مع إيران هو اتفاق بالمناسبة ليس اتفاقا أمريكيا إيرانيا، إنما هو اتفاق دولي، هناك أطراف أخرى مشاركة فيه. أنا تقديري هو بداية العمل الأمريكي لتحشيم الدولة الإيرانية في المنطقة، وربما يكون هناك خطوات لاحقة في هذا الموضوع. تابعنا أيضا أن وزير أو المستشار الأمن القومي الأمريكي بولت أيضا أعلن أن العقوبات تكون سارية مباشرة، وأشار أيضا إلى الشركات الأوروبية العاملة في إيران بضرورة الانسحاب وبضرورة تدبير امورها اذا صح التعبير في مونا اقصاها 6 أشهر من الان. فهناك تصعيد سيكون في الموقف الامريكي تجاه ما طبيعه هذا التصعيد استاذ وائل، خاصه اذا تبعنا تصريح لوزاره الخزانه الامريكيه عن اتخاذها لاجراءات فوريه لفرض عقوبات على ايران، ما طبيعه هذه العقوبات وكيف ستكون انعكاساتها على ايران؟ لا أظن أن العقوبات الأمريكية على إيران ستكون مباشرة وسيكون لها تأثير مباشر الآن على الموضوع الإيراني. أمريكا لا تستطيع إلا أن تأخذ بالاعتبار المصالح إذا صح التعبير شركائها في الاتفاق النووي الإيراني، الأوروبيين الفرنسيين والبريطانيين وغيرهم، وبالتالي ستكون العقوبات تدريجية سوى بعض العقوبات الاخرى التي يمكن تطال بعض الامور التي لا تمس الاوروبيين بشكل اساسي، ثم بعد ذلك يمكن ان تبدا تدريجيا هذه العقوبات. انا اظن ان المساله الاولى التي تتخذها الولايات المتحده الامريكيه تجاه ايران هي عقوبات اقتصاديه، ولكن قد ترقى في لحظه من اللحظات الى ما هو ابعد من الموضوع الاقتصادي الى موضوع قد يكون عسكري بحدود معينه يهدف الى تحكيم الدور الايراني في المنطقه. وقد تابعنا ان الرساله اتت من فلسطين المحتله عندما رحب رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي هل تسمعني استاذ وائل؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع وائل نجم المحلل السياسي اللبناني، كان معنا من بيروت عبر الهاتف.